بس فعلا انا مبسوطه ان احنا النهارده الحمد لله جايين مطمنين، صحيين، فرحانين لموسم جديد. وموسم قلنا ضربه البدايه بتفرق بصراحه، يعني يمكن سواريش لما بدا برده مع الاهلي دايما يقول لك البدايات، يعني بيقولها ايه بدايات ايه؟ لا مش عارف المسمى، مش عارف المصطلح. لا البدايه حلوه، البدايات حلوه، البدايات ده بالظبط. البدايات الحلوه بتجيب حاجات حلوه برضو. يعني بدايه سواريش لو احنا قارناها بكولر بصراحه كانت بدايه وحشه جدا، فما جابتش نتائج حلوه طبعا لاسباب برضو مختلفه، لكن البدايه بتاعته للاسف ما كانش محظوظ فيها تماما، على غرار موسيماني كان بدايته رائعه جدا فجابت نتائج رائعه جدا. دلوقتي بنتكلم في كولر، مارسيل كولر الحمد لله برضو بدايته كويسه جدا. فكره كمان ان الوديات لم يتم اذاعتها، دي حاجه ادت شويه كده للاهلاويه كابتن جمال طمانينه، حاسين ان في حاجه بتتظبط، الراجل ده فاهم، الراجل ده بيعمل تكتيك معين او تاكتيك معين، احنا منتظرين بقى نشوفه. كنا امبارح في الماتش، تقييم حضرتك كده كبدايه وضربه حظ للماتش ده تحت قياده مارسيل كولر؟ طبعا اتكلم طبعا يعني انصافا طبعا لسواريش، يعني مش انصافا ليه يعني كلمه حق، تمام، ان هو برده جه في ظروف غير طبيعيه، كانت اصابات كتير وكان قرار مجلس اداره ان احنا نلعب بالناشئين، يعني حاجات كتير، كانت فتره انتقاليه. واعتقد ان مجلس اداره النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان منظم الجزئيه دي او كان عامل البلان بتاعه على الاساس بس هي نفس برضو شويه موسيماني، يعني موسيماني جه برضو فتره حرجه جدا وكان عندنا بطولات وكان فايلر ماشي، يعني كان تمام. لا بس ما كانش كمل اصابات، لا وجه لي لقى لعيبه جاهزه، لما جه لقى لعيبه، موسيماني جه لقى لعيبه زي ظروف مستر كولر دلوقتي بالظبط. يعني كنت بس عايز اقول الكلمه دي على سواريش، انما بالنسبه لجزئيه النادي الاهلي البدايه امس الحمد لله مطمئنه جدا، هتجمع الجماهير تاني حوالين النادي الاهلي وتديهم اطمئنان ان الفرقه بتاعتنا الحمد لله يعني اتعمل فرقه كويسه، محترفين شايفهم برضو كويسين، حتى اللعيبه المحليين اللي ضموا امبارح وهنتكلم طبعا تفصيليا عنهم، شايف ان هي بدايه قويه، اهمها اطمئنان جماهير النادي الاهلي والتفافها حوالين النادي الاهلي تاني في منافسات قويه قادمه، بدايه طبعا البطوله الافريقيه خدنا خطوه جيده جدا بالنسبه لدور المجموعات ان شاء الله. المباراه الاسبوع القادم اعتقد ان احنا دايما بنفصل النادي الاهلي بيفصل، انما نيجي بقى لتفاصيل المباراه، اولا مكاسبها كتير جدا، اهم مكسب فيها عوده 2 مصابين انا شايفهم ان هم تقل في النادي الاهلي، اكرم توفيق ومحمود متولي. محمود متولي ممكن يكون في نهايه الموسم اللي فات بدا يحط رجله في الملعب، ولكن ظهر بمظهر جيد جدا امبارح، ومدافع صلب زي عهده ايام الاول ما جابوا النادي الاهلي. اكرم توفيق الحمد لله راجع، وراجع بروح قتاليه عاليه جدا جدا بصراحه، ومصر ان هو يعمل حاجه، دي اهم مكسب بالنسبه للنادي الاهلي انا شايفه امبارح. نيجي للمكسب الثاني، الثقه اللي خدتها اللعيبه ثاني بعد الفتره نهايه الموسم، يعني كنا هنا بشكل سيء لظروف او لاخرى، ولكن بدايه الموسم ده شايفها انها هتبقى بدايه كويسه، زي ما شبهت حضرتك ببدايه موسيماني، النادي الاهلي عمل فرقه كويسه، عوده المصابين برضو تاني مكسب، عوده المصابين كان عمرو السليه، طاهر محمد طاهر، اوه حدث ولا حرج يا كابتن جمال، بالظبط ما شاء الله، يعني الحمد لله ما شاء الله يعني لو احنا ربنا ما يعيدها يعني ما شاء الله، ربنا ما يكررها، هي دايما بتبقى ايام صعبه في النادي الاهلي، ان شاء الله ما تحصلش تاني. يعني دي بالنسبه للبدايه بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي للتفاصيل الفنيه، مستر كولر شايف ان هو بيعمل شغل كويس قوي مع النادي الاهلي، يعني الشغل التكتيك حتى واصرار على طريقه لعب مع برونو سافيو، برضه برونو سافيو ده من اللعيبه الكويسين قوي، واضح ان هو خامه كويسه، ممكن ما يكونش ظهر بمستوى متميز قوي امبارح، ولكن شكله لعيب جيد يقدر يعمل فرق النادي الاهلي، كورته كويسه، كورته سليمه، يقدر يعمل الربط ما بين نص الملعب والمهاجمين بشكل كويس قوي، وعملها امبارح. يعني النادي الاهلي بيستحوذ على جزء كبير جدا من المباراه، ولكن طبعا جه المكسب في اخر دقيقه، وده دايما عهدنا في النادي الاهلي، فمكاسب المباراه امبارح انا شايفها ان كتير جدا، فانا انطلاقه جيده وبدايه متميزه الموسم.